تنفيذا لقرار محافظ صلاح الدين رئيس خلية الأزمة بمواجهة كورونا الدكتور المهندس عمار جبر خليل، قامت الجهات الأمنية والملاكات الصحية بإغلاق سيطرة الشيخ إبراهيم المدخل الجنوبي للمحافظة ومنع دخول الوافدين إلى صلاح الدين لأي سبب كان. وتأتي هذه الإجراءات المشددة بعد زيادة حالة الإصابة بشكل ملحوظ في العاصمة بغداد ومحافظات عراقية وظهور عدد من الإصابات في أقضية صلاح الدين.